لانه كنعرف المغاربه قلب طيب، كنعرف المغاربه كاملين واحد واحد، يعني الناس فرحانين لانهم يعني ومهتمين ومتابعين لهذه المبادرات الطيبه، وخاصه انه انسان غير قادر على المشي وما عندوش رجليه، ففرحانه اكثر يعني منين دخلت وشفت القاعه عامره، تاكد لي حبي للمغاربه الكثير، وتاكد لي انه انتمي الى بلد طيب فيه شعب طيب. وشنو كتقولي للكوبل؟ كنقول لهم الله يكمل عليهم ويفرحهم بولدهم، واكثر انه ينوض على رجليه، هذا الاهم ان شاء الله، وشي مشروع اللي يساعده، وما نوقفوش فقط عند هذا الكوبل، يعني دائما يكونوا هذه المبادرات، لانه لاحظت بانه كينجحوا، فنساعدوا هذا وهذاك وهذاك، علاش لا؟ شفنا عندك بزاف ديال الالتزامات ورغم ذلك انك حضرتي. التزاماتي ما تغلاش على مبادره طيبه بحال هذه، خاصه كيف قلت لك، يعني انا فقط هذه مثال باش ياخذوه الناس، انه الى كل واحد كيساهم متى غير درهم واحد، ومليون واحد راه مليون درهم، شو شحال غتحل ديال المشاكل. والله ما نكرهش انهم يديروا مبادرات كثيره، خاصه انها يعني تساهم في انجاح مجموعه من المشاريع الناس اللي ما قادرينش.